صارت مصر. جميل. الطالب المفروض ان درس هذا المنهج اللي بيشير الى الاسلام الوسطي وبيعتنقه وافكاره أيوة. وعضو هيئه التدريس اللي بيدرس هذا المنهج المفروض ان هو يبقى اكثر تحصينا مني ومن اي حد تاني اخر أيوة. في مواجهه هذه الافكار. لماذا أيوة. تبدو جامعه الازهر في الفتره الاخيره مرتعا خصبا لهذه الافكار، وليه دايما في وجود واضح للافكار سواء جامعه الاخوان المسلمين او افكار سلفيه او حتى جهاديه داخل الجامعه؟ الاجابه اتفضل. لازم تعرف حضرتك ان اقل نسبة عدد طلاب اخوان في الجامعات المصرية هي جامعة الازهر. خش النهاردة الامتحانات وشوفيها مكتملة. امال مين اللي عمل الشغب ده؟ قلة قليلة وبيستعينوا ببتوع كرداسة، المعهد العالي لتخريج الارهاب في كرداسة بتاع الزمر اللي بيقوده ايوة، بيستعملوهم وزبطنا فيهم 1200 في المدن الجامعية ومعاهم اسلحتهم. يبقى احنا الوارد ده وارد من الخارج. لو شفت منظر الامتحانات النهارده ما فيش واحد غايب. يبقى دول كلهم ايه؟ طلبه كويسين جايين. يعني انت تتهم ان طلاب الاخوان بيستعينوا بناس من خارج الازهر وان بتنفي التهمه أيوة. عن وهم اقل الأزهر. عدد عن الجامعات الاخرى، وانا عارف العدد وعدد الاساتذه عندنا اقل من الجامعات الاخرى. على الاقل ما عندناش قيادات كتيره ارهابيه، احنا عندنا بالقيادات الارهابيه 5. في الجامعات الاخرى من اول رئيس الجامعه لغايه رئيس القسم. يعني هي إرهابي. هي المساله احنا يعني بعيده عن التعصب لجامعه، احنا كلنا بنحاول نفهم بكل وجميع. انا خريج جامعه القاهره واحنا كلنا طرف. انا خريج جامعه القاهره انا خريج جامعه القاهره بس قعدت 40 سنه في جامعه الازهر. واخد بالك؟ انا راجل مواطن مصري اغار على الجامعات المصريه كلها. جميل.